جمعية العطاء هي جمعية خيرية تطوعية لديها برامج أساسية لخدمة المجتمع. أبرز البرامج هي برنامج رعاية الأسر، عندهم برنامج مأمني مسكني لبناء وصيانة البيوت، وتكاد تكون الجمعية الوحيدة اللي تبني بيوت بهذا الحجم. وأيضا عندهم برنامج المدارس ورعاية الطلبة سواء كان في صفوف الدنيا أو صفوف ما بعد دبلوم العام. وعندنا أيضا إدارة الكوارث بالإضافة إلى برامج أخرى اللي هي نقرا بهدف تشجيع الأطفال على القراءة وتسهيل لوصول الكتاب إليه. ما تعرف ما أثرت فقط على الجمعية، أثرت على كل طبقات المجتمع في عمان وفي العالم. وبطبيعة الحال إنه يعني ممكن نعتبرها أنها هي كاذبة، أو اللي هي الأوبئة تصنف أيضا كحالة طوارئ في الدول طبعا، لأنها تأثر على الحالة الاقتصادية. وبالتالي جمعية دار العطاء طبعا كانت تواكب هذا التغيير اللي حصل في المجتمع، وتم توجيه البرامج لتتواءم مع تقني أو تقنية رقمية في هذا المجال. لأول مرة جمعية دار العطاء قدرت أن هي تستقبل في ظرف أسبوعين 18,000 حالة أسرة، وصرفت طبعاً مبالغ كبيرة. كانت عملت حملة كبيرة باسم معاً في المنشط والمكره بهدف مساعدة الفئات المتضررة في المجتمع، من خاصة الناس اللي كانوا يشتغلوا بشكل يومي. هذا الأشياء كلها أثرت عليهم، فجمعية دار العطاء لما عملت الحملة أو صممت هذه الحملة ساعدت كثير من الأسر في دفع فواتير الكهرباء طبعا بالتعاون مع نما، وايضا توفير المساعدات الغذائيه، وايضا فك كربة بسداد بعض الديون كانت ملحه، وايضا تاخير في سداد شيكات كانت طبعا متراكمه. ولكن بتكاتف الجمعيات وابرزها جمعيه دار العطاء، وايضا وجود داعمين، يعني في هذه الفتره جمعيه دار العطاء جمعنا أكبر تبرعات من الناس في الفترة اللي إحنا كنا نتوقع صعب إن إحنا نجمع التبرعات بسبب الوضع الاقتصادي. ولكن ممكن أقول إنه يعني إنه في تآزر كبير في المجتمع. طبعاً لا شك طبعاً إن فترة اللي هي اللي بدينا فيها الوباء، العالم تغير تماما. أصبح استخدام التقنية الحديثة ضرورة حتمية، ما اختيار. فيسهل على الناس إن هم يتبرعوا عن طريق الوسائط الإلكترونية الموجودة والتطبيقات، سواء كانت البوابة الرقمية عن طريق البنوك مثل البنك العربي، وأيضا إرسال المبالغ عن طريق حساباتهم الشخصية من التطبيقات الخاصة بالبنوك مباشرة للجمعيات، لأن كانت في صعوبة الحركة، في أساساً مشقة الوصول أيضاً، وأيضاً كانت في ضرورة ملحة وسرعة في طلب الإنجاز أو توصيل هذه المبالغ. طبعاً العمل الخيري عمل يتطلب تآزر جميع فئات المجتمع بكل الإمكانيات المتاحة، سواء كان نقدياً أو بجهد أو بمشورة. أشجع الناس في هذه الفترة بالذات أنهم يتوجهوا إلى التبرع الرقمي، لأن هذا أسهل وأيضاً أوفر للجهد والمال، وأيضاً فيها نوع من الشفافية.